السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حمد الحارس من قناة إنجليش أونلاين. النهاردة هنبدأ أول كورس من كورسات اللغة الإنجليزية، وهو كورس How to Speak English Fast، إزاي تتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة زي النيتيف سبيكرز زي الأمريكانز والبريتش. كل خبراء اللغة في العالم أجمعوا على طريقة كويسة جدا لتعلم اللغة، وهي تكرار الكلام، تكرار الكلمات نفسها، تكرار العبارات، تكرار الجمل. فدي طبعا هي يا جماعة الطريقة اللي إن شاء الله هنتبعها في الكورس ده. أنا هقول الحاجات اللي لازم أنت تتعلم إزاي تنطقها، وأنت هتكررها ورايا. وأول حاجة النهاردة في درسنا يا جماعة هنتكلم عنها هي الـ contractions أو الـ word reduction. إيه بقى مقصود بالـ contractions أو الـ word reduction؟ هو إن إحنا نقلل صيغة الكلام، وغالباً القصة دي بتبقى في الأفعال، تمام؟ بحيث إنك ما تبقاش بتقول الكلمة كاملة، تمام؟ يلا بينا نبدأ مع أول حاجة هنبدأ بيها النهاردة، وهي verb to be، ومعناها طبعاً باللغة العربية يكون. يعني كل تصريفات verb to be في المضارع معناها بالعربي يكون. يلا بينا نرجع لموضوعنا. أول حاجة I am بتتنطق بسرعة am. انطق ورايا. أيوة سمعك، انطق وراي. أيوة كده تمام، يبقى I am am. يلا بينا نقول الجمل مع بعض. I am watching TV. دي كده slow speaking أو نطق بطيء. طب ننطقها بسرعة إزاي؟ I'm watching TV، يعني أنا بشاهد التلفزيون. ده بالنسبة يا جماعة لـ I am اللي هي بتتنطق am. أنا برضو بكرر تاني وبعيد وبقول للناس تكرر ورايا، لأن التكرار يا جماعة هو اللي يعلمنا إن إحنا إزاي نتكلم أو ننطق بسرعة صح. رقم اتنين He is his. He is his. طب يلا بينا نشوف المثال. He is buying bread. ننطقها بسرعة إزاي؟ He's buying bread. He's buying bread. He's buying bread. ايوه كده، كرر ورايا عشان تتعلم صح. رقم ثلاثة she is، هي تكون، بتتنطق بسرعة she's. طيب مثال she is cooking، طبعا ده slow speaking، انطقها بسرعة ازاي؟ she's cooking. She's cooking. She's cooking. رقم اربعة it is. It is معناها هو أو هي لغير العاقل. لما بنيجي نتكلم عن حاجة ما عندهاش عقل أو يعني غير عاقل، بتنطق بقى fast speaking إزاي؟ بتتنطق it's. بتتنطق it's. It is my pet goat. It is my pet goat. ده كده slow speaking. أنطقها fast speaking إزاي؟ It's my pet goat. It's my pet goat. حد في الناس حبايبنا يقول لي أنت هنا شلت حرف التي ليه؟ هما الأمريكانز بيطيروا حرف التي في بعض الكلمات لما يكون مثلا وراها حرف زي حرف الجي. It's my pet goat. It's my pet goat. خلاص؟ طيب بعد كده رقم خمسة You are بتتنطق you أو you. خلاص؟ يعني في ناس بيشيل كلمة are أصلا. انطق معايا You are having cold، يعني أنت عندك برد. انطقها إزاي بقى fast speaking؟ You're having cold. You're having cold. أيوة أيوة صح. You're having cold. أيوة أنت كده بتنطق صح. You're having cold. تمام، الله ينور. رقم ستة معايا We are بتتنطق where. We are where. أيوة ردت صح، الله ينور عليك. أيوة أنت كده بتردد صح، يبقى We are where. طيب ناخد مثال slow speaking. We are leaving، يعني إحنا ماشيين أو إحنا مغادرين. طب تتنطق إزاي بسرعة؟ We're leaving. We're leaving. We're leaving. طيب رقم سبعة عندي They are. They are معناها هم يكونوا. بننطقها ازاي؟ They are. They are. او they are. They are او they are. يعني ال R اللي في كلمة R المختصرة ممكن نشيلها. يعني ممكن نقوله بال slow speaking They are overjoyed، يعني هم سعداء جدا. طب انطقها fast ازاي؟ They are overjoyed. They are overjoyed. تكرر معايا؟ هو ده الكلام الصح. They are overjoyed. They are overjoyed. They are overjoyed. ده النطق السليم معانا النهاردة.
معنا دلوقتي الفعل رقم 2، هو مش من الافعال المساعده، لا هو فعل عادي خالص. هنشوف ازاي بنعمل له word reduction، وهو كلمه او الفعل want to. want to معناها بالعربي يريد ان، وعلى فكره want to دي بريتش انجلش، دي كده بريتش انجلش. طيب الامريكان انجلش في سلوب بتبقى ازاي؟ بتبقى want to، يبقى want to بتبقى want to في الامريكان. طب ازاي انطقهم الاثنين بسرعه سواء امريكان او بريتش؟ بنقول wanna wanna، يبقى want to wanna want to wanna. ايوه موضوع التكرار ده يا جماعة هو اللي هيخليكم تنطقوا صح. الله ينور عليكم جميعا. ومعانا دلوقتي الأمثلة على want to و wanna. أول مثال عندي I want to eat أو I want to eat. I wanna eat. طبعا هو محتاج يا جماعة اللي في الصورة قدامنا ده إن هو يأكل ما شاء الله عليه، تمام؟ يبقى I wanna eat. I wanna eat. المثال الثاني I want to go أو I want to go. أنطقها بسرعة إزاي؟ I wanna go. I wanna go. I wanna go. التكرار هو اللي هيخليك تنطق صح. بعيد وبكرر كتير وبعرفك إن التكرار مهم. رقم 3 عندي الكلمة دي kind of، يعني بالعربي من ذلك النوع. kind of طبعا ده slow speaking. ازاي اعمل لها word reduction او انطقها بسرعة؟ ازاي بقول kinda kinda. كرر، يبقى kind of kinda. اسمها of يا جماعة، of v v v وليست of، لان of اللي هي باتنين f، انما دي f واحدة بس، دي بتبقى of. kinda يبقى kind of kinda kind of kinda. معايا مثال دلوقتي he is kind of lazy. he's kind of lazy يعني هو من ذلك النوع الكسول، دايما كسلان. انطقها بسرعة ازاي؟ he's kind of lazy. he's kind of lazy. كرر he's kind of lazy. he's kind of lazy. الكلمة الرابعة عندي دلوقتي هي كلمة sort of، وعلى فكرة sort of زيها زي كلمة kind of بالضبط في المعنى. طيب بنطق كلمة sort of دي ك word reduction أو بقلل النطق بتاعها ازاي؟ بقول sort sort. يبقى sort of sort sort of sort. مثال على sort of و sort she is sort of lucky. she is sort of lucky. ده طبعا يا جماعة slow speaking. انطقها fast speaking ازاي؟ she's sort of lucky. she's sort of lucky. يعني هي من ذلك النوع المحظوظ. الكلمة الخامسة معايا، انا ما بخمسش على فكرة، ما بخمسش للناس، بس هي الكلمة الخامسة معانا النهاردة كلمة out of. out of دي طبعا ك slow speaking او اللي هو النطق البطيء، معناها ينفد او يخلص او ينتهي. زي مثلا لما اقول العربيه خلصت بنزين اسمها out of. انطقها بسرعه ازاي؟ out out of out. يبقى out of out. زي ما احنا ما شايفين في الصوره he is out of money. ده طبعا slow speaking معناها هو مخلص فلوس او مفلس. انطقها ازاي fast speaking؟ he's out of money. he's out of money. he's out of money. يعني هو مخلص فلوس. الكلمة السادسة معايا النهاردة هي كلمة a lot of. a lot of دي يا جماعة معناها بالعربي كثير من. طبعا هي ليها مترادفات كتير، لما نيجي نتكلم عن موضوع المترادفات ان شاء الله نبقى نذكرها. كلمة a lot of دي بتنطق a lot a lot او بتنطق برضو a lot a lot a lot. الناس تكرر معايا عشان خاطر تقدر تفهم هي بتقولها ازاي. ركز معايا في الأمثلة اللي جاي. There is a lot of cheese. يعني هناك الكثير من الجبن، يعني في جبنة كتير. ده اللي هو slow speaking. طب أنطقها بسرعة ازاي؟ There is a lot of cheese. There is a lot of cheese. انطق ورايا عشان تنطق صح. الكلمة السابعة بقى احنا كلنا بنسمعها في الأفلام والمسلسلات الأمريكي عموماً.
هي كلمة إيه؟ كلمة come on. طبعا هما في الأفلام ما بيقولوهاش come on، يعني ما بيقول لا. هي طبعا على فكرة come on دي معناها هيا، وعلى فكرة هي أسلوب من أساليب التشجيع. هما ما بيقولوش come on. بينطقوها إزاي بسرعة؟ بيقولوا come on. come on بتبقى come on، يبقى come on بتبقى come on. نشوف مثال. come on you can do it. come on you can do it. طبعا ده يا جماعة اللي هو slow speaking. انطقها ازاي بسرعة زي الاجانب؟ come on you can do it. الكلمة التامنة عندي النهاردة ازاي اعمل الرياكشن ده، او اقول الرياكشن ده ازاي اقول انا لا اعرف. طبعا هي بس في السلو سبيكينج بنقول I don't know. I don't know. طيب انطقها فاست سبيكينج ازاي؟ بقول I don't know. I don't know. يبقى بننطقها فاست سبيكينج I don't know. في مثال كمان بيقول They don't know the truth. يعني هما مش عارفين الحقيقة. انطقها بسرعة ازاي؟ They don't know the truth. They don't know the truth. They don't know the truth. الكلمة الأخيرة اللي هي التاسعة معانا النهاردة هي كلمة ذا. على فكرة لها نطقين، يا إما ذا يا إما ذي. خلاص؟ طب إمتى بنقولها ذا وإمتى بنقولها ذي؟ بنقولها ذا لو جه بعد منها أي حرف ساكن. طبعا معروف إن كل حروف اللغة الإنجليزية ساكنة ما عدا الخمسة المتحركة اللي بتخليها تتنطق ذي. إيه هم الخمس حروف المتحركة؟ حرف الإي وحرف الإي وحرف الأو وحرف اليو وحرف الآي. دولت الخمسة المتحركة. طيب هي اسمها ذا وذي. طب بننطقها إزاي بقى؟ أنت عايزنا ننطقها إزاي؟ أو هم الأجانب بينطقوها إزاي؟ بيحولوها خالص، بدل ذا وذي بيقولوها دا ودي. بيقولوها إيه؟ يبقى ذا بتتنطق دا وذي بتتنطق دي. يبقى ذا دا ذي دي. نشوف الأمثلة مع بعض. The boy معناها الولد. The boy. يبقى the boy the boy. The woman the woman. The woman the woman. طيب مثال بقى على الكسر. The earth يعني كوكب الأرض. The earth. The earth. The earth. The orange. على فكرة يا جماعة والله مش بتتنطق orange. والله العظيم مش بتتنطق orange. خلي بالك عشان خاطر في ناس كتير بتنطقها orange. هي مش orange. اسمها orange. وبتتقال the orange. ده اللي هو slow speaking. طب اقولها ازاي fast speaking؟ the orange. The orange. وفي نهاية الفيديو أحب أشكركم على المتابعة، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك وشير للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.